قربوا قربوا قربوا، قربنا ليكم إن شاء الله. مساء الخير عليكم. من منا لم يستمتع بالبرنامج التلفزيوني الفكاهي لفهمة الذي كان يحاكي واقع المجتمع الجزائري؟ لا يجوز. أنا فيه الخبز. فيه الخبز. الخبز. صانع البهجة والفرحة استطاع أن يدخل كل البيوت الجزائرية. على ركح المسرح فريق لفهامة يعود إليكم بحلة جديدة وعرض استثنائي. متواصل العائلة وراء. فاش هذا انطلقتك على سيلتي بر؟ لفهامة كورونا للمبدع محمد صحراوي مع ديوان الوطني للثقافة والإعلام. تأثير فيه؟ داروها وبدلوني مع أصحابي في القهوة داروها. لفهامة كورونا مزج بين عديد الفنون، السمع البصري، مسرح وموسيقى. زيت زيتون وشوية بصلة كمدها غدوة دير بوم. لفهامة كورونا في جولة فنية في عدد من ولايات الوطن. أمتع الأوقات مع ديوان الوطني للثقافة والإعلام.